نشاط مكثف شهده قطاع البترول والغاز في مصر خلال العام الماضي. ارتفعت معه معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام 2016 إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وحلقت معه طموحات المصريين في أن يمثل القطاع بارقة أمل في زيادة عائدات الدولة والدخول ضمن نادي مصدر الطاقة، وذلك في أعقاب نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الإنتاج وربط إنتاج أبار جديدة على الشبكة القومية للغازات الطبيعية. ويرى خبراء الاقتصاد في مصر أن الدراسات والاكتشافات الجديدة للغاز أصبحت تمثل عامل جذب لإقبال الشركات الأجنبية على المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في ظل التنافسية الجيدة التي تتمتع بها صناعة البترول، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد ثقة المجتمع الدولي في نهضة الاقتصاد المصري في غضون 6 شهور. وتستورد مصر شهرياً مواد بترولية بنحو 700 مليون دولار في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة. وما زاد الأمر سوءاً هو توقف شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر الماضي، رغم وجود تعاقد يلزم الشركة السعودية بالتوريد لمدة 5 سنوات. وتعول الدولة المصرية كثيراً على الإنتاج الجديد من حقول الغاز المكتشفة حديثاً، وهو ما عبر عنه طارق الملا وزير البترول قائلاً: إن حقول غاز ظهر وأتول وشمال الإسكندرية ستبدأ المرحلة الأولى من إنتاجها خلال العام الجاري، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في زيادة إنتاج الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي في مصر. فهل يقود قطاع البترول أفاق التنمية المنتظرة في مصر، أم يتأجل دوره إلى مرحلة لاحقة؟